لو انت من الطبقة المتوسطة او منخفضة الدخل فبلاش تكمل التقرير ده حفاظا على صحتك. اما بقى لو انت من اصحاب الملايين فاسمع يا سيدي. مدارس عاشور منذ فجر التاريخ خرجت اجيال، لكن المدارس الدولية في مصر خرجت أجيال وأموال، أجيال وعارفينها. والأموال هي مصاريفها اللي بتخرج كل سنة من أرصدة بنوك روادها، واللي بتوصل لألفات مؤلفة وأحياناً ملايين. تعتبر المدارس الدولية في مصر والمعروفة باسم مدارس ولاد الناس من أكتر المدارس اللي بتهتم بالتعليم وتطبيق الأنشطة الطلابية. لكن طبعاً الاهتمام ده مش من فراغ، ده نتيجة المصاريف وفلوس كتير جداً بتدفع كل سنة. الصادم في الموضوع إن أسعار المدارس الموجودة في مصر تكاد تكون خرافية. يعني فكرة انك معاك 20 ولا 30 ولا حتى 100,000 جنيه تعلم بيهم ابنك ما بقتش مطروحة. ده غير ان مدارس كتيرة بتطلب مصاريفها بالعملة الصعبة، وده اللي خلاها مقتصرة على ابناء الطبقة الراقية بس. خلونا نشوف نظرة سريعة على اسعار المدارس الدولية في مصر، والاخيرة هتصدمك. اول مدرسة معانا هي مدرسة ساكسوني الدولية او SIS، ودي مرحلة التمهيد فيها او ما قبل رياض الاطفال ب 105,000 جنيه، ومرحلة رياض الاطفال بتبدأ من 119,000. يعني عشان ابنك او بنتك يقولوا A for Apple B for Book محتاج تدفع في الكيجي مش اقل من 250,000 جنيه. ده بس في مرحلة الحضانة. اما بقى لو انطلق في التعليم وكمل لحد الثانوي فالمصاريف بتوصل في الصفوف النهائية ل 205,000 جنيه، وده معناه انك هتصرف حوالي 2,000,000 جنيه عشان تعلم البيه. تاني مدرسة معانا هي مدرسة الألسن البريطانية والأمريكية، ودي بتبدأ المصروفات فيها المرحلة التمهيدي من 131,000 جنيه، وبتوصل ل 220,000 جنيه و500 لطلاب السنة النهائية في القسم البريطاني، و 220,300 لطلاب القسم الأمريكي. يعني فيها توفير بتاع 200 جنيه، ومش محتاجة أقولك إن 14 سنة تعليم بالأسعار دي هتعدي ال 2,000,000 جنيه وضميرك مرتاح. تالت مدرسة هي المدرسة الأمريكية الدولية الـ AIS، ودي من أقدم المدارس اللي تم افتتاحها في مصر سنة 1990، وكان عدد طلابها وقتها 240 طالب بس. دلوقتي بتستقبل أكتر من 2000 طالب، ومصاريفها بتوصل ل 148,000 في مرحلة الكيجي، وبتوصل لأكتر من 180,000 في مرحلة الصفوف العليا، يعني رينج 3,000,000 عشان توصل للتعليم المضمون. رابع مدرسة بقى هي مدرسة مالفرن كوليدج، ودي مصاريف مرحلة رياض الأطفال فيها بتبدأ من 191,000 جنيه للمرحلة الأولى، و 209 في المرحلة الثانية، يعني شاكب راكب كده رياض الأطفال ب 400,000 جنيه. ده غير رسوم التسجيل اللي بتوصل ل 35,000 جنيه. اما بالنسبه للمراحل الاولى في المدرسه لحد الصف الخامس فبتوصل ل 233,000 جنيه سنويا، وفي الصفوف النهائيه بتوصل ل 244,000 جنيه، وعشان تكمل تعليم ابنك مش هتصرف اقل من 5,000,000 جنيه. اما خامس مدرسه في القائمه بتاعتنا هي المدرسه البريطانيه الدوليه في القاهره، ودي بتبدا مصروفاتها في مرحله رياض الاطفال من 283,000 جنيه، غير شامله رسوم التقديم او التسجيل اللي هي بالمناسبه الافات برضه. اما المرحلة الابتدائية فيها السنة الدراسية بتبدأ من 327,000 جنيه، وبتوصل في الصفوف النهائية لأكتر من 376,000، والمدرسة بتطلب المصروفات باليورو، يعني تجهز لك 6,000,000 كده وانت رايح. المدرسة الأخيرة بقى واللي أسعارها في حتة تانية هي مدرسة الكلية الأمريكية، واللي بتوصل المصروفات الدراسية فيها لمرحلة ما قبل رياض الأطفال ل 9,200 دولار، يعني حوالي 180,000 جنيه مصري. أما كي جي 1 فب 14,300 دولار، يعني بالمصري كده حوالي 280,000 جنيه. أما كي جي 2 فاضرب في 2 وما يهمكش، لأن مصاريفها 26,600 دولار، يعني أكتر من 500,000 جنيه. ده غير التقيلة بقى 14,000 دولار رسوم تسجيل بتدفع لمرة واحدة عشان ابنك اسمه ينزل في القايمة، تقولش قايمة مجلس النواب. من الآخر كده عشان طفل واحد من ولادك يخلص مرحلة الكيجي هتدفع مش أقل من 1,000,000 جنيه. أما بقى بالنسبة للرسوم الدراسية في الصفوف الأولى والنهائية فحدث ولا حرج، السنة الواحدة بتعدي 500,000 جنيه، وعلى حسب الاقساط اللي بيختارها أولياء الأمور ممكن الرسوم ترتفع أو لا. هو الصراحة مفيش أو، هي بترتفع بس، وده معناه إن التعليم في مدرسة زي دي ممكن يكلفك 7,000,000 جنيه للطفل الواحد. وشوف بقى لو عندك طفلين أو ثلاثة السنة الدراسية بكام، وسعر الدولار بكام، والحسابة بتحسب.